شك أن احنا سعيدين بهذه المشاركة، وهي حقيقة امتداد لفكر الشيخ زايد الله يرحمه برعاية الإنسانية والبشرية وبالتالي تراثنا. سيدي الشيخ محمد أطلق هذه المبادرة واللي هي تجمع هذا الموروث القديم الإماراتي بهذه الشراكة الإماراتية الفرنسية، وأنا سعيد اليوم بهذا التجمع سواء من القطاعات الحكومية الدول أو القطاعات الخاصة، والمساهمات في الحقيقة من أشخاص كانت هي المشجع الكبير لنا بهذه المبادرة. فهذا العالم نظرة سيدي سمو الشيخ محمد، احنا نعيش في بيت واحد، في أسرة، في مجتمع، تراثنا واحد ومستقبلنا واحد، يجب أن نتشارك لبناء مستقبل لأبنائنا وأحفادنا فيه.